وعقد محافظ صلاح الدين مؤتمرا صحفيا بعد حضوره اجتماعا تشاوريا حول السبل الكفيلة لإنهاء ملف النازحين، مؤكدا أن الاستقرار الأمني وضرورة تعزيز اللحمة الوطنية يتطلب تضافر الجهود من أجل إعادتهم إلى ديارهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هذا المؤتمر اليوم برعاية قيادة العمليات المشتركة بحضور السيد نائب قائد العمليات المشتركة وممثلية الأمم المتحدة مع منظمات المجتمع المدني والحكومة المحلية والدوائر التابعة لها. كان اللقاء هو مؤتمر تشاوري من أجل تذليل الصعوبات التي تواجه عودة النازحين في مناطق المحافظة ووضع الحلول اللازمة لذلك بالتنسيق بين كل هذه الأطراف. الحقيقة قيادة العمليات المشتركة متعاونة مع المحافظة ومتعاونة مع الجهات الأخرى بشكل كبير جدا، واحنا نلمس ذلك. هذا التعاون الحقيقة أدى إلى استقرار أكثر في المحافظة وأدى إلى تفعيل دور القوات المسلحة في أن تقوم بعمل آخر هو عمل الاستقرار، إضافة إلى عملها في عمليات التحرير وعمليات بسط الأمن. فلذلك هذه المؤتمر إن شاء الله مخرجاتها تكون جيدة. وضعنا نقاط عديدة راح يتم العمل عليها لإنهاء ملف النزوح في محافظة صلاح الدين، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن هنالك قضايا تسجل لدى الأمم المتحدة أنها عمليات نزوح، وهي في الحقيقة عمليات انتقال طوعي من الريف إلى المدينة، لكن رغم ذلك تزيد أعداد النازحين من وجهة نظر المنظمات الدولية، وإحنا بينا هذا الموضوع. والأمور في صلاح الدين تتجه نحو الاستقرار الكامل وعملية العودة إن شاء الله في أغلب المناطق هي يعني تسير بوتيرة واحدة من خلال تقديم الخدمات ضمن برنامج الاستقرار ودعم الأمم الموجود والتسهيلات التي تقدمها قيادة العمليات المشتركة. نعم، الحقيقة احنا طلبنا انه يكون هنالك دور اكبر للأمم المتحدة في تقديم المساعدات لإعادة المنازل المدمرة التي لا يمكن أن تقوم المحافظة بهذه العملية باعتبارها أملاك خاصة. هذا دور الأمم المتحدة، وأيضا أن تقدم فرص عمل حقيقية وأن لا تقدم مشاريع بدون علم المحافظة وبدون حتى نقاطعها مع المشاريع المعدة من قبل المحافظة. بالنسبة للحكومة العراقية جاي تقدم كل التسهيلات وحتى تتعامل مع الأرقام اللي هي أكثر من الحقيقة اللي تقدمها منظمات دولية، وتتعامل ب يعني بسهولة جدا في تقديم المساعدة فيما يخص الحكومة العراقية من ناحية تقديم الدعم اللوجستي للحكومات المحلية لزيادة الاستقرار، ومن خلال حل المشاكل الأمنية الموجودة في هذه المناطق. وأغلب المشاكل انحلت يعني في محافظة صلاح الدين عدا منطقة العوجة، وقت لحد الآن ما نحل موضوعها وناقشناها، وإن شاء الله السيد نائب قائد العملية المشتركة راح يأخذ هذه التفاصيل إلى مركز الدولة العراقية لمناقشة السبب في التأخر في ذلك. هذه الخروقات اللي دا نحكي عليها، احنا ما ملاحظين هذه الخروقات في الفترة السابقة. موضوع الخروقات الأمنية هو موضوع عام بسبب أنه المحافظة وضعها وجوها وموقعها محاطة بسبع محافظات، هذه المحافظات كلها هي بها أيضا خروقات أمنية، فأكيد تتأثر محافظة صلاح الدين. والآن الحمد لله يعني خلال عام 2022 كانت الأمور أكثر استقرارا وأقل ما يمكن من العمليات أو الخروقات الأمنية الموجودة طبعا. وإحنا مسؤولين عن يعني كل القطعات اللي ماسكة للأرض ما عدا منطقة العوجة، كلها احنا يعني عندنا موافقات كاملة بعودة النازحين. والسبب الرئيسي في عدم عودة النازحين هي منازلهم المهدمة، يعني هذا سبب اكبر سبب من الاسباب الرئيسية في عدم عودة النازحين.